لقد كانت أحمد كلاش عارقة جدد كل هاي بلوت فهموه لعور بول شقو ونقروه جدد اللي هلو جددو كل هاي بحن كوه دو عيون السلي طلبوا مصدحنا وسكوه جيرو شقيريا مسوي حقود تلقل السيهي أو أقبار قلديني ما أمر كان عرض كافر ليين وعرق لديه أو تلبها دولك أو نفطه لا هذا سألك القروي شادك لو أولي يوان قروي لا أولو مركا كروي وحيدي أنا إنا هاي بلامبط بلامور تانيغا أمر كان يياب كان بلامور تانيغا أمر كان يياب ورنما يهو نينكا وين جامع شبيل إيه وحا كو هاد لي الله لا إيه وح آن نما ينيو نكا كو قيمة إيه وان قرن واي ورنما يهو ومالي واحد تامانا والد مساعدن بالي هسي نينكو جامع شبيل واللوير وأقول يهم قرت إسجا إلا أي ما أنت مسبي حلك أمك عابي وعي إنه قال لي يا فلسطينيش كقاضي بام بكو قيمي لكن وحن آذي آذ لا يا بناه حسب أمك عيسى شيكته إنه كم ذي هالشيكته إنه ما لحد يس كم ذي هالشيكته إنه أورلاين يا شيخ سببته وحنا أي مرق لو أنا وعين نقول ما تشي وشخصي حتى أنا نعد بحياة أنا بعد عكرتها هي تذكر وين هرس الله وعرك ويل قد يوك يوك ترى عد بحنا يا معرك يا لاس بكتر رجلي وحال أركستان سياسيين بدون كل ملا كتر رجلي متقولون أنتو كيوك قال عد بحياة مترو تذكر أمرك وروي خلوا ذا الدلان والنيع ينوع ذا سون بيقولا وأنت عدك الود دريرة ينا للي يرضى يهوينك أي الدنه هو أي وقت يوضع لك سوق حياة كوية اللي قلي يا دوت نبعتك يكوي كدل لك نكالك كدر يا مايا حبت أضحى حتى أسوق ما هيو عدك يسوق ما هيو حسب جا وجذبت قلينا يو إمالي والبدن بيجي إيه مجا حمد أسوق شيء ديو يعني حتى هو سكورنا يعني. وحكوا معي إريد يسوي حكم لها مو صبيح يوحد وأنا هيلا وحي لي عري قاوة أنت قال كذا عم مو صبيح حكم دمي وو بالسياسة بلغو سياسة بلغو معنين كذا لكن إله بان إذا كل ده شيء غير سومالي لأنه محي إنه كم معنين كرنا أحمد كراش وحد دجال كله ترى أبو يدي ما ملك أردن كأه إفرلية أيو ربا إنه افتضل لك أقول افتضل سو هل كا كم عدا إنه إمام الكفرية وحكر لسان إنه يقول الله سعانه وتكينين إنه الله الشقيين إنه يولو الشقيين أيان إنه قرن كسومالي لان كبر بلين أيان كو كالقايبين أيان حافظة إيه قبل لأو كالقايبين أيان هدو إنه أي أرين أيان إنتان عنا قصوا هدو إنتين هويا سو أجيت كود إنه إنت هاي هي معدا سو إلي كو عدقة صوهر كعاي ايه عيدا كينا كالفور فريهين معدا سو إلي كو عدو عيدا عيدا كينا عدو قدح أذيقا يي ايه كالقيب قيب ايه كالفور فري إلي تشامع شمالي ينو عيسيهين معدا وحان قران لاه ترتن كرسي إن بدن بحر الله صمر ولا يسوي أريدي يدي أو ولي بمحل ليلا ما لا غار ليس لقاري إن عقال بايلاي هون حريستي كوحد معارض أي نوران كرنوي وقوات كايد حلقا برعوفة ريستي إيه سلادين لهاي إيه سياسيين لهاي تقال عد لقالي كرسي يسسوه هو العشرة هو أن سلدانو أبيلين أن سياسي أبيلين كرسي كلا في حشيه
كوا هالكا اسكو ورسادنا قرنك عدوكم اهين اسنا قرنك عدوكم اهين لابدو دبو حكالي ريحانيين كرسي غاير فوصح ونو امد اسكو دراي لكن ما لنقرا مدنا عدوغ اقوما اذيقين عدوغ قرنك تشمرد السمال لان لحكي سوقما اذيقين تاريخ عصبا انا قد احسما يستمين داد عدوغ اذيقيا انا قد احسما يستمين داد الله العديو هاد كور لينو عديو لينو ويرا انا قايد كسور لحدر سنبا مالو 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 سعدين ايا وحكومة دو ايغان سنة قران مينو وحب السير هير سنة لانو ايغان سنة قران مينو ميالها قار والله قوضة حالي كراه لكن موضوع قران ماذا وفك عادو وكوة عادو وقرد حديقة يبل سير هير سنة لانو كلا بربورين ايا anu eega soo saanu eegto ma garanayo weena anu ugu horeeya naas ka qabto waxaan ka xumahay waan hadda ka horeeyay sheegay sunda ka sanad aad u inama soo haweysan aad u xiina soo haweystay markuu dad inaga dhex sameystay markuu chaan shabeel iyo nooc lamid inaga dhex sameystay ayaa aad u yeeso haweystay hore inoogu ma soo haweysatin horena inooma haybsatin علن كأنه عيد كاسو مري تدني ماذا إنه عيد كاسو مريس قرني ماذا إنه عيد كاسو مريس مركي عدو جمهورية الصومال لأن أجين إسكاء لا ينقد أحسن ما يستوي قارن برع الله فريس يستوي قارن هرجيس الله فريس يستوي أيها هرت عدو إنه هو يستوي أقول لك اسمعي سكاه بروع عد عيد إنه هنغرين كريس ميتين maanta waxay noo taala dhowr arrimood shacabka reer Soomaaliland in badan way ku celiyo waxyaabaha qaar aan sinaba loo eegan karin ba jiree chaan ashabeel qoyska uu ka dhashay iyo xaafada uu ka soo dhex hadlo ee uu hadalada noocaas ka leeyahay ee uu leeyahay maamulka urdinka ah ee aanu u sameynay firdhiye ayuu Axmed Karaash burburinaya uu ka dhex leeyahay hargeysa dhexdeeda ee uu ka mar kacay inuu soo maamulka wax ka dhisay ee uu ka mar kacay inuu maamulkaasi inuu isla raali ka yahay Soomaaliland lagu burburiyo ee uu ka mar kacay cadwiga halka marayay inuu garab ku siiyay inay sida yeelan cidda daawanaysa ee uu ka soo dhex hadlayo ee ehelu ah ilaa hore loo yahay nicni waala walaalka uu miyir qabe ee daawanaysa iyaguna waxaan leenahay walaalayaal miya quruxda iyo nabadda iyo qaranka iyo masallaha iyo hadii aba ka dhigo diyaaradaha saa isu dhaafaya iyo jiritaanka iyo sharafta miya ka quusateen marka jaamac shabeel u fasaxaysan inuu habeen walba maqaayadaha maqaayad kamida een maxal leh xafad uu degan yahay uu mikrofoonada magaalada ugu yeedho oo arri Soomaaliland ageyniska ka soo yidhaa waa ku miya ka quusateen manu waalan baa qorteen oo anagana waxaan leedahay waa nin waalan oo reer Soomaaliland oo inaad baasay waa nin waalan oo nin waalan waxba lagama qoro miyaan leedahay taa waxaan leeyahay ehelka asxaabta iyo wadaniyiinta reer Soomaaliland imaan walba hadalka fooshaxna jaan shabeel daawanaysa mid kalena waxaan leeyahay inamada saxaafadda qofka hadduu balaatfoon uu ka hadlo waayo oo hadalkiisa meel fog gaarsiiya ayr buu makhaayadiisa iska fadhiyi lahaa sababta idinkuna maalinba mikrofoon kula harcaraysaan ee aad qadiyadda iyo qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliland qof miyir doorsoomay oo wuxuu doonaa iskaga hadlaya oo dadka caalamku adduunkuna moodiyaan qof caadiya moodayaan oo dabatna warkiisa dhageysanayaan aad mikrofoonada u hor wadaan ee xataa u garan weydaan waxaanay dan umaha uu ka hadlaya adigaagan mikrofoonka horsta dan kuma ah qarankaaga dan uma ah dadkaaga dan uma ah dhagaha shacabkaaga dan uma ah aad u garan weydaan ee aad mikrofoonada la hor yaacdaan uga duubaysaan ee dabatana balaatfoon uu dabatana caalamka ku gaaro uu ugu ogolaanaysaan idinkana macnihiina maan garan xukuumadda eeganaysa dadka noocaas ah ee talaabo ka qaadi weydana waxaan ku macnayaa ma garanayo arinta taagan adeeg waxaan idinku yiri laba nin buu soo qaaday wuxuu yiri ee dagaalka cirigaabal rabo inuu Axmed Karaash ka rido ma muusu kala shaqeynayaa waan isin waa arin mararka qaar dadka maxalliga garaadkoodu gaaban yahay
laga dhaadhiciyo leeyahay doorashadu doonaya muuse wacaynkaas oo isagoo arkaya in muuse qarankan difaacayo oo muuse isagoo cadowga ka hortaagan yahay oo muuse aan dani ugu jirin in dalka cadow ku soo duulo oo meel nabadgelyo ah oo uu xukumo u waayo aan daniba ugu jirin ayada qaar waxaa laga dhaadhicinayaa inen maxaa laya muuse dani ugu jirtaa in dagaal dhaco muuse waxaa dani ugu jirtaa inuu raaxo ku seexdo inuu dal wada nabada madaxweyne ka noqdo inuu gobolka gobol markuu doono maxaa la yidhahdaa lug ku tago ayaa dani ugu jirta ayaa dani uguma jirto waddan holcaya laakiin qofka garaadka gaaban baa taa laga dhaadhiciyaa arrinta laascaanood ka dhacday iyo ta axmed karaash ceeri gaabo la joogaana inay tahay mid laga soo abaabulayo dhul fogna cid walba waa aragtaan muuse shaqal ku lahayn haddaba ereygaas si nacsinimo hadduu isaga yidhahdo lama yaabeen oo uu yidhahdo muuse dakorisku doonaya laakiin ereyga aan reer soomaalia ka gamcayn ee ilaa saaka ku dhex wareegaalisanaya waxa weeye axmed karaash wuxuu rabaa inuu dumiyo maamulka curdinka ah ee firdhiye ayuu duminaya ogow jaamac karaash maamulkaasu wax ka dhisay ninka leh jaamac shabeel maamulkaasu wax ka dhisay maamulkaasuu ilaalinayaa maamulkaasuu rabaa inuu ahaado cadowgii jamhuuriyadda soomaaliland halkaa usoo fadhiya oo qarannimada jamhuuriyadda soomaaliland duulaan ku ah oo dabadeetana eg maxaa la yidhahda dadkiisaa loo kala burburiyo kadibna saa lagu kala kaxeeyo kadibna mawduucay wataan ay yidhaahdaan intanaa soo hadhaan wadnaa intiina xamaray iyo xasash shaqow naga qabo mashruucaad noo dirtayna waanu kusoo guulaysanay intaasunba meesha ka soo socota ah ninkii daawanaya qaranka ka samrowna iska daawo ninkii damiirlahowna sadaqada waxa la yidhi gurigaaga laga bilaabaa waa reer maxaa la yidhahaa masallow waar sadaqada gurigiina ka bilaabo oo jaamac shabeel ummadda ka qabta daawadayaal mawduuca jaamac shabeel iyo cadowga jamhuuriyadda soomaaliland iskaashanee ku saabsan intaasa kusoo gabagabeynaya intaan markala is arkana waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo waa ubaxle media 24 waana xaruntiisii magaalada birmingham maalintu waa salaasa waana 13 bisha 8 sanadka 2024 intaan markala is arkana waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyaha walaalayaal.